أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن اختفاء مادة الدقيق والقمح من محافظة الحديدة. يشكو المواطنون في مدينة الحديدة من اختفاء مفاجئ لمادة الدقيق منذ يومين، ما تسبب بإغلاق عشرات الأفران والمخابز. القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمد الحطامي قال إن إغلاق المحال التجارية في مدينة الحديدة تم خلال حملة الرقابة على الأسعار التي ينفذها المكتب بالتنسيق مع السلطة المحلية. يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه قيمة كيس الدقيق في السوق السوداء إلى 20,000 ريال، ما فاقم من مأساة السكان الذين يعانون انتشار الأوبئة والأمراض فيما توقفت مطاحن إنتاج الدقيق. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: آثار انعدام مادة الدقيق على الأوضاع الإنسانية في المحافظة، ودور الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية في الحد من هذه الأزمة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. أزمة خبز في الحديدة، حيث ارتفعت بشكل مفاجئ قيمة كيس الدقيق، ما أضاف عبئا جديدا على ساكني مدينة الحديدة وأريافها. الارتفاع في أسعار الدقيق لم يأتي بسبب انعدامه، فهو يتدفق عبر ميناء الحديدة بشكل دوري، بل نتيجة اختفائه بفعل مقصود من قبل تجار المواد الأساسية بتعاون من السلطات المحلية التابعة لميليشيا الحوثي التي تتحكم بواردات وصادرات المدينة ومينائها. الاختفاء المفاجئ للدقيق أدى إلى إغلاق عشرات الأفران والمخابز، وهو ما جعل المواطنين يعيشون حالة من القلق على أسرهم التي تعتمد بشكل أساسي على الخبز، في ظل صعوبة شراء الدقيق نتيجة ارتفاع كلفته المادية، حيث يباع في السوق السوداء بسعر يصل إلى 20,000 ريال. لم تكتفي ميليشيا الحوثي بالتسبب في أزمة الخبز في الحديدة، بل قامت وفق مصادر محلية بفرض مبلغ 1,000 ريال على كل كيس دقيق منتج في مطاحن البحر الأحمر لصالح مجهودها الحربي، وهو ما تسبب بالإضافة إلى عوامل كثيرة في توقف المطاحن عن إنتاج مادة الدقيق. لنقاش أوسع ينضم إلينا من مارب الناشط السياسي مصعب عفيف. مرحبا بك معنا سيد مصعب. نتحدث بداية عن الحديدة والتي تعتبر منفذ للإمدادات والمساعدات الغذائية، لكنها الآن تعاني أزمة جوع، كيف يمكن تفسير ذلك؟ نعم، بكل تأكيد هذه الأيام تعيش الحديدة حالة مأساوية وكارثية بشكل عام، ومأساتها من عدة جوانب ومن عدة مناحي، من مناحي الحياة الأساسية في الحديدة. نحن نتحدث اليوم عن أزمة القمح أو الدقيق داخل مدينة الحديدة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين نتيجة القرار الذي اتخذه الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة التي تم طباعتها من قبل الحكومة اليمنية. هذا القرار ألقى بظلاله على كثير من المصانع وكثير من الشركات، عجزت عن توفير مرتبات الموظفين، أيضا لم تتمكن من بيع المنتجات التي تقدمها إلى السوق المحلية في الحديدة، وأيضا تعرضت لحملات أمنية من قبل الحوثيين لمصادرة هذه الأموال التي يتداولها الناس منذ أشهر، تقريبا منذ عام كامل لم يمنع الحوثيون تداول هذه الطبعة الجديدة من العملة اليمنية، لكنهم اليوم بدأوا بتطبيق هذا القرار ومصادرة هذه الأموال، وجنوا ملايين الريالات اليمنية عبر هذه الحملات. هذا القرار الاقتصادي الذي اتخذه الحوثيون ألقى بظلاله على أهم مصنع وأهم مطاحن، مطاحن القمح في الحديدة، وهي مطاحن السنابل التابعة لشركة هايل تايبان. نعم، الشركة اتخذت قرار إيقاف الإنتاج نتيجة أزمة السيولة التي تمر بها وعدم توفر السيولة الكافية من العملة أو من الطبعة القديمة للعملة اليمنية.
هذا القرار من قبل الشركة أدى إلى أزمة كبيرة داخل السوق المحلية في الحديدة. اليوم الناس لا يجدون هذا الدقيق، وسيبدأ الآن تجار القمح والدقيق بعملية التربح ومصادرة كمية القمح وإخفائها حتى يتم بيعها بمبالغ باهظة في الأسواق السوداء نتيجة حاجة الناس لهذه المادة الأساسية في كل وجبات اليمنيين بشكل عام. تفضل بالبقاء معي سيد مصعب. أرحب بضيفي أيضا من مارب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بك معنا سيد عبد الحفيظ. إذا كنت استمعت لضيفي مصعب كان قد ذكر جزء من الأسباب التي أدت إلى اختفاء الدقيق في مدينة الحديدة. نود أن نسألك أيضا عن الأسباب بالتالي التي أدت إلى انعدام هذه المادة داخل منفذ يعتبر أساسي لإمداد المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيا وأيضا الشرعية بالإغاثة. تحياتي لك يا أختي الكريمة ولضيفك الكريم. ما يحدث في محافظة الحديدة ليس بلاد اللحظة ولا اليوم، هو امتداد لممارسات ممنهجة من قبل الميليشيات في عقاب جماعي لمحاولة صنع كارثة إنسانية للتسول بها لدى المجتمع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي. تكون محافظة الحديدة ينقصها نقص الدقيق المتعلق برغيف الخبز مع وجود الآلاف من الحميات التي تعصف بالمحافظة وتسببت بوفاة المئات، لكن الكارثة التي حدثت منذ يومين ولا تزال حتى هذه اللحظة هو اختفاء مادة الدقيق وارتفاع أسعارها بسبب عملية الجباية التي تقوم بها الميليشيات، إضافة إلى قيامها بابتزاز الشركات التجارية والصناعية ما تبقى من شركات ومصانع الدقيق في محافظة الحديدة، إضافة إلى ملاحقتها ومصادرتها للعملة الوطنية الجديدة التي خلقت وشكلت عبئا ثقيلا على المواطن العادي الذي يمتلك ويتداول هذه العملة، وخاصة أنه كان يأخذ الرواتب الشهور الماضية بالعملات الوطنية الجديدة وبالتالي طبيعات العملة الجديدة، وبالتالي هذه شكلت في محصلتها النهائية حرب شعواء تشنها الميليشيات على المواطن العادي. اليوم ممن تتواصلنا معهم في مدينة الحديدة يذهبون إلى الأفران ثم يعودون بلا أرغفة الخبز لأطفالهم، هذه مأساة تكررها هذه الميليشيات رغم تمديد مجلس الأمن لجنته التي تقف متفرجة وصامتة إذا ما يحدث من كارثة إنسانية في محافظة الحديدة. اليوم الحرب يطال أمعاء الأطفال وحليب الأطفال ودقيق الفقراء الذي بات هو الوجبة الرئيسية لمعظم سكان محافظة الحديدة الذين يأخذون رواية مستحقاتهم بالعمل اليومي بالمكافأة اليومية، وبالتالي عندما يذهبون إلى الأفران يعودون أدراجهم وإلى أطفالهم جوعى داخل منازلهم. هذه كارثة يجب أن تصحو الحكومة الشرعية ويجب أن تستفيق الأمم المتحدة لما يحدث من كارثة إنسانية في محافظة الحديدة. أختي الكريمة سيد عبد الحفيظ، هل لمستم أي تحرك من الجانب الحكومي في محافظة الحديدة لتلافي ما قد ينتج عن اختفاء مادة الدقيق؟ للأسف لا تستطيع الحكومة الشرعية التحرك وسط مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي مع القبضة الأمنية المهولة التي تمارسها الميليشيات، وخاصة في مناطق تتعلق بالعملة الوطنية كالبنوك الفرعية وكشركات الصرافة وغيرها من الجهات المالية التي تفرض عليها الميليشيات حصارا كبيرا، إضافة إلى مضايقات التجار والمستوردين وما تبقى من مصانع سوى فيما يتعلق بموضوع الدقيق، مطاحن التابعة لبيت هايل سعيد أو تلك التي دمرتها الميليشيات وقصفتها وأوقفت قرابة مليون كيس قمح في المطاحن البحر الاحمر منذ اسابيع، وبالتالي لم تتحرك الامم المتحده ولم تتحرك حتى الحكومه الشرعيه. كان يفترض على الحكومه الشرعيه ان تتقدم على الاقل لمجلس الامن والامم المتحده على اعتبار ان هذه القضيه تلامس قرابه 3 مليون نسمه ومعتدون بالموت جوعا بعد ان فقدوا الخبز الرئيسي، رغيف الخبز الذي يمثل العمود الاساسي للحياه اليوميه للمواطن في محافظه الحديده، وبالتالي هذه الحرب كان يفترض على الحكومه الشرعيه ان تتحرك. السلطه للاسف الشديد السلطه المحليه التابعه للحكومه الشرعيه تقف صامته ومتفرجه، وبينما السلطه الامر الواقع التابعه للميليشيات
تروج للمبررات وتحاول ان تخلق هذه الازمه وترميها اما على التحالف او ما تسميه بالعدوان، وبالتالي لكن في المقابل هناك صمت مبتذل من قبل الحكومه الشرعيه ازاء ما يحدث. لا توجد خطوات عمليه ولا اليات عمل لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي. هذه كارثه تحدث في محافظه الحديده، تمارس الميليشيات قتلها للمواطن بالشكل البطيء بينما تقف الحكومه الشرعيه متفرجه ولا تعمل اي خطوه باتجاه حل على هذه الازمه المتعلقه برغيف الخبز. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد عبد الحفيظ. أعود إليك سيد مصعب، بالتالي يعني كيف تقيم دور المنظمات الأممية في التعامل مع هذه الأزمة؟ نعم، بكل تأكيد لا زال الدور الأممي في الحديدة سلبي بشكل كبير على المستوى السياسي والعسكري والمستوى الإنساني أيضا. قبل أيام جدد مجلس الأمن ومدد تم تمديد لفريق الخبراء الأمميين التابعين للأمم المتحدة وبعثة الحديدة، تم التجديد لعملهم لمدة 6 أشهر على الرغم من فشلهم خلال عام كامل على المستوى العسكري أيضا على المستوى الإنساني. هذا الفريق الأممي لم يتمكن من تأمين مطاحن البحر الأحمر والتي هي تعد إحدى أهم المطاحن التي تقدم القمح المطحون للناس وتابع لبرنامج الغذاء العالمي. أيضا في الحديدة سوى مطاحن ومطاحن ميناء الصليف كلها مطاحن تجارية لا ليس لها علاقة بالعمل الإنساني. لا. اليوم المشكلة واضحة، يجب أن يكون هناك ضغط أممي، أولا يكون الضغط من الحكومة الشرعية على الأمم المتحدة حتى يتم الدفع بضغط أممي على الحوثيين للتراجع عن هذا القرار الكارثي، القرار الاقتصادي الذي قضى بمنع تداول الطبعة الجديدة للعملة اليمنية. هذا القرار كارثي بشكل كبير ومؤثر، توقفت رواتب الموظفين في الحديدة التي كانت الحكومة اليمنية بدأت في الانتظام بصرفها خلال الأشهر الماضية. أيضا إيرادات ميناء الحديدة لا زالت حتى اليوم تذهب للحوثيين، لم يتم تنظيم هذه الإيرادات. الناس في مدينة الحديدة يعانون اليوم من الأوبئة ومن شتى أنواع الأوبئة تنتشر في الحديدة بالقرب من ميناء الحديدة، أهم مصادر التمويل المالي للحوثيين ولليمن بشكل كامل. ما يجب على الأمم المتحدة وعلى المنظمات الإنسانية اليوم هو القيام بواجبها في تغطية العجز الحاصل الآن نتيجة انعدام القمح المطحون. أيضا يكون على المستوى السياسي لابد أن يكون هناك ضغط أممي على الحوثيين من أجل التراجع عن هذا القرار الاقتصادي. نعم سيد مصعب، استهداف الميليشيا المستمر لصوامع الغذاء في مطاحن البحر الأحمر، لكن لا يوجد ضغط حقيقي من قبل الأمم المتحدة، لماذا برأيك؟ لا شيء ولا هناك، لا يوجد لدينا ما يمكن أن نعتبره مبرر لصمت الأمم المتحدة حول استهداف مطاحن البحر الأحمر. أيضا المتحدة والمنظمات الإنسانية وهذا الفريق الأممي المتواجد في الحديدة والذي يتقاضى ملايين الدولارات بمبرر تواجد ومراقبة إيقاف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية في الحديدة، بينما هم يباشرون عملهم داخل سفينة تقع تحت مناطق سيطرة الحوثيين، يتلقون أموال باهظة وكبيرة مقابل أي شيء لسكان الحديدة. لم يمنعوا المواجهات العسكرية ولم يقوموا بتخفيف الأزمة الإنسانية، أيضا حتى لم يمتلكوا الجرأة للتعبير بشكل صريح عن الطرف المعرقل لاتفاق الحديدة وعن الطرف الذي يهاجم هذه المنشآت التي تمس الناس وتمس حاجات الناس ومعاناة الناس. اليوم حتى المنظمات الإنسانية تغيب اليوم أيضا عن الجائحة الجديدة، هناك موجة جديدة من تفشي حمى الضنك في الحديدة، هناك عشرات الوفيات يتم التكتم عليها من قبل السلطات الصحية المحلية في الحديدة. أيضا المنظمات الأممية هذه المرة
لم تتفاعل بالشكل المطلوب، غياب وسائل الإعلام في الحديدة نتيجة القبضة الأمنية التي يفرضها الحوثيون من طرف واحد. هناك نوع من أنواع تشعرين أن السكان يقعون بين سندان ومطرقة، ما بين سندان الأمم المتحدة ومطرقة الحوثيين. الكل يتآمر عليهم، الكل يساهم في مزيد من معاناة السكان في الحديدة، ولا يجدون من يرفع معاناتهم أو يوصل حتى معاناتهم إلى الناس والمجتمع الدولي. نعم، تفضل بالبقاء معي سيد مصعب. أعود إليك سيد عبد الحفيظ، برأيك من يتحمل مسؤولية هذا الوضع القائم في الحديدة؟ نعم، المسؤولية طبعا ملقاة على ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تمارس هذه الممارسات الممنهجة الحديدة أرضا وإنسانا منذ سيطرتها على محافظة الحديدة. تتحمل مسؤولية ما يحدث من عملية نهب وسلب وما تقوم بها عناصرها من عملية إتراف فاحش، بينما يموت أبناء الحديدة جوعا. أختي الكريمة، دخلت الميليشيات والبعض منهم وخاصة المشرفين لا يمتلكون قيمة وجبة الفول للفطور. اليوم أصبح لديهم السيارات والعمارات والأرصدة، بينما يموت أبناء الحديدة جوعا إما على قواربهم أو داخل منازلهم أو في محلاتهم. وبالتالي هذه المأساة والكارثة يجب أن تنتهي، ويجب على الحكومة الشرعية أن يكون لديها قرار وطني، وعلى التحالف أن يكون لديه ضمير عربي، وأن يلحق بأرواح أبناء الحديدة المهددة بالموت جوعا ومرضا وقصفا وتدميرا وبالألغام وما إلى ذلك من سلسلة الموت التي صنعتها هذه الميليشيات. هذا الجرب الذي حل في محافظة الحديدة يجب أن يزول، وبالتالي يجب على الحكومة الشرعية وعلى قوات التحالف حسم هذه المعركة. وما لم فإن التحالف والحكومة الشرعية ستبقى وصمة عار في جبين أبناء الحديدة عندما يرون هذه الجهات تبقى متفرجة، رغم أنها ومنذ انطلاقة هذه الحرب جاءت على أساس تحرير مدينة الحديدة وتحرير اليمن القاطبة من هذه الميليشيات. ما يحدث في محافظة الحديدة يجب أن تتوجه الحكومة الشرعية سريعا وبخطوات سريعة إلى الأمم المتحدة. هذا الأمر أصبح مكشوفا وواضحا وليس مثل ما يحدث من اشتباكات، ويلتبس الأمر على الفرق الميدانية ويتبادل الجهتان الميليشيات والحكومة الشرعية مسؤولية الخرق. هذا سياسة واضحة في عملية مصادرة العملة الوطنية، في عملية الجباية، في عملية عدم التزام الميليشيات باتفاقية ما يتعلق بإيرادات ميناء الحديدة، ما يتعلق بعملية الكشف عن الألغام التي تقتل المواطنين بشكل يومي، وبالتالي عن فتح الممرات الإغاثة من ميناء الحديدة للمناطق المحررة والمناطق المنكوبة والمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات. وبالتالي هذه الأمور أصبحت جلية، بينما مئات الملايين تضاف من الأمم المتحدة ترفض بها لجانها العبثية في محافظة الحديدة التي تمارس العبث، وشهود الزور الذين يمارسون للأسف الشديد عبثا في محافظة الحديدة، ويوجدون فترة زمنية للميليشيات لتمارس المزيد من القتل والتدمير والنهب في محافظة الحديدة. يجب على الحكومة الشرعية أن توجه بلاغا للأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن وللجان المعنية لإيقاف هذه المهزلة وملاحقة الميليشيات للمواطنين حتى أمعائهم. نعم، شكرا جزيل الشكر لك الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معي من مأرب. أعود إليك ضيفي مصعب، برأيك هل من حلول بيد الحكومة الشرعية لحل هذه الأزمة، قادرة على حل هذه الإشكالية في الحديدة؟ مطلوبة في الحقيقة أن تقوم الحكومة الشرعية بتنفيذ أي حلول عاجلة، لكن هناك حلول بيد المنظمات الإنسانية في الوقت الطارئ الآن في الوقت الحالي، هو تقديم المساعدات أو الضخ إلى السوق المحلية بكميات كبيرة من القمح. نحن نعلم أن هناك الكثير من القمح المخزن لدى المنظمات الإنسانية، تحديدا برنامج الغذاء العالمي يتم إتلاف كميات القمح بعد انتهاء مدة تخزينها، وأصبحت مواد فاسدة. يقوم الحوثيون بشكل متكرر الإعلان عن إتلاف كميات كبيرة من هذا القمح التالف والفاسد، فبدل أن يظل مخزنا داخل هذه المخازن يجب أن يتم الضخ به إلى السوق المحلية لتخفيف الأزمة الآن بشكل عاجل وبشكل
سريعة ليس حل جذري، لكن الحل الجذري هو يكمن في الضغط السياسي. يجب أن تقوم الحكومة اليمنية بموقف قوي تجاه هذا القرار بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية. يجب أن يكون للحكومة اليمنية موقف واضح سياسي ضاغط على الأمم المتحدة حتى تتدخل بشكل حقيقي، ويتم إلغاء هذا القرار وتراجع الحوثيين عن هذا القرار الذي أثر بشكل سلبي وكبير على كثير من مناحي الحياة، ليس القمح فقط، وإنما هناك الكثير من المشكلات، أهمها رواتب الموظفين أيضا التي توقفت. نعم، شكرا جزيلا لك مصعب عفيف الناشط السياسي، كنت معي من مأرب. أشكر أيضا ضيفي الصحفي عبد الحفيظ الحطامي من مأرب أيضا. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.